سلام. المهم اليوم غنكمل لكم القصه ديال الحاج وبنته. نتمنى تدعمونا اخوتي بشي جيم وشي سبسكرايب ولا مالا شي كومونتير ونبداو في القصه ديالنا. فاش كندور كنلقى مهدي، قلت له مالك علاش جاي؟ قال لي نمشي معاك. قلت له اللي بان لك اخويا. مهم بقينا غاديين على رجلينا حتى خرجنا من المدينه اللي كنا فيها. بقينا غاديين وما عارفينش فين، حتى كيبان لينا واحد الدوار ومعاه كان فينا العطش والجوع. مهم هي هذيك، مشينا لقينا واحد الراجل قدام واحد الدار، هضرنا معاه. رجل الله يعمر هذا، قال لينا دخلوا دخلوا. دخلنا جاب لينا ناكلو ونشرب، ارتاحينا شويه ونضنا بغينا باش نمشيو. قال لينا جلسوا تباتوا، دابا قريب الليل. قلنا الله على راحه، جاب الله هاد الناس عند من باتوا. المهم بقينا قصارين حتى لديك 12 الليل ونعسنا شويه. ضربتني الفيقه، كنسمع شي حد جاي كيغوت مع مول الدار. انا ما فهمت والو في هضرتهم، كيهضروا بالزربه. مهم كملت نعاسي، مهدي عرقها ما كيفيقش واخا يكون حداه عرس. واحد شويه كنحس بواحد الضربه هبطات عليا من حيث لا ادري، ونط بالخلعه كنلقى الدوار كامل مجموع علينا. ما فهمت والو، وكيبانوا لي الجدارمية يدخلوا. شدوني انا ومهدي، طلعونا في الطوموبيل ديالهم في الاخر ديال ياماتنا، ولينا نتسارو في الطوموبيل الجدارمية. المهم داونا للمركز ديالهم، ومهدي ما مسوقش وجالس كيضحك وكيقول لي اليوم نهبطو نتكلاصا. المهم هبطونا لكاب، ما كاين لا قرعه لا والو، غير تسناو. بقينا تما والوقت كيدوز، ما عرفنا راسنا لا صباح لا في الليل، وما جا حتى حد حاشاها لينا. المهم بقينا هكاك حتى جا واحد خونا، طلعنا للفوق دخلنا للبيرو الشاب، وحنا لحد الان مازال ما عارفينش لا شدونا. هي هذيك جا عندنا المسؤول ديالهم تما، وقال لينا راه غير سوء تفاهم وقع، والمشكل عندهم مع السيد اللي كنا بيتين عنده. ديك اللقطه فاش طلقونا ارتاحيت، واحد الراحه عمري حسيت بيها. خرجنا بقينا كنقلبوا فين باتوا حيت كان الليل، فكرنا نمشيو نباتوا في المحطه ديال الكيران. ولكن مهدي من هاد الشيء كامل قال لك باغي يتكونيكتا. هي هذيك مشينا لواحد السيبر نيت حدا المحطه، تكونيكتا بقى كيهضر مع اختنا اللي فرشاتني مع بات سنة. سولها على سنة، عرفنا بالله راه عايشة عادي مع با. مشينا هي هذيك نعسنا في المحطة، فقنا في الصباح، فقنا في الصباح فينا الجوع، وحنا الفلوس اللي كانوا عندنا تسالاو. قلت لمهدي الحل الوحيد هو نقلبوا على خدمة. هي هذيك من بعد معاناة قنعنا مول القهوة اللي في المحطة نخدمو في القهوة عنده. هي هذيك دازت شي سيمانة، واحد النهار جالس أنا ومهدي ما بيا ما عليا، توقفوا البوليس، شدتني الخلعة من صبعي الصغير درجلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، فين مهدي؟ ها هو يلا معانا. قلت لهم علاش شنو داير؟ قالوا لي حتى يمشي ويعرف. قلت لهم واش عندكم شي ورقه ديال امر اعتقال؟ بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، وقالوا لي مول القهوه هو اللي قدم بكم شي كاي حيت مهدي دابز معاه. المهم عيطوا لمول القهوه، كاين القضيه تما. خرجنا من القهوه وكنقول مع راسي يا ربي يلا كتيسر لينا القضية، عاوتاني تخرج لينا هاد المصيبة، اش داني لهاد الشي كامل. دوزنا داك النهار وصل الليل، نعسنا في المحطة عاوتاني، وكنفكر في سنة شنو طاري لها، اش داني نتعرف عليها من الأول، اش داني ندير شي علاقة معاها. المهم نعسنا شوية، كنوض كنلقى راه حنا في غابة مربوطين، وجالسين واحد جوج شماكرية حدانا وهازين الجناو. مهدي كيبكي، أنا شداتني الرعدة في ديك اللقطة، ما عرفت باش تبليت وكي درنا جينا لهنا. كنا في المحطة صدقنا في الغابة، وهو ينطق الشمكار اليوم نذبحكم لا ما عطيتونيش داك الشيء اللي عندكم. وانا نقول راه والله ما عندنا شي حاجة، وهو يقول لي راه ما غنطولش في الهضرة، اما تعطيني داك الشيء اللي عندكم ولا والله تندوز عليكم. ما بقيت فاهم والو، دنيا دارت بيا، ومهدي مصدوم غير ساكت. واحد اللقطة وأنا مازال كنفكر شدونا ذبحونا، ملي ذبحونا طحنا في الأرض، ما بقيناش كنقدو نتحركو، ولكن أنا مازال كنشوف ونفكر. بقينا مليوحين تما، الغد ليا في الصباح شافنا واحد الراجل، عيط للبوليس، جاو خشاونا بداك خناشي الكحل، داونا للتلاجة نتكلاصا. المهم داز هادشي فنونا، داونا يدفنونا، وأنا كنغوت وكنقول راه حنا ما ميتينش، ولكن حتى واحد ما كيسمعني. ما عرفتش علاش مشاو خشاونا في القبر طول الحجره الاولى، وانا مصدوم فيا الخلعه. زادوا الثانيه والثالثه وبداو كيكبوا علينا التراب، ومشاو في حالهم، وتما الظلام ما كيبان والو. واحد شويه كنحس بسخونيه حدا رجلي بحال شي حد جاي، كنشوف كنلقى واحد خونا جاي وهز واحد المطرقه كبيره، وصل حدايا بقى كيشوف فيا وقال لي علاش عذبتي سانا، وهو ينزل عليا بها لبين عينيا وهي ضربني الفيقه. كنشوف كنلقى حنا في المحطه
ومهديناش عادي ونوقع والو. يا سيدي يا ربي هذه كاملة حلمة. وبقيت كنفكر شنو غندير تما. تاخدت واحد القرار، خديت قرار انني نرجع لدارنا ونخطب سنة، حيت هاد الشي كامل اللي وقع لي بسبب انني هربت عليها، وبطبيعة الحال كنت مازال كنبغيها. فاق مهدي قلت له على القضية، مشينا دبرنا في الفلوس ديال المركوب وشدينا الطريق وصلنا هي هذيك، ارتاحينا ومشينا عند صاحبة سنة باش نعرفوا شنو واقع. سنة شي خبر عليها؟ الخبر الوحيد اللي عرفناه هو سنة عايشة بخير مع با. مشيت انا ومهدي عندهم للدار، غاديين في الطريق وفيا الرعدة، وكنفكر يا اما با غيقبل يا اما غيخلي دار بويا. هي هذيك وصلنا للدار، بقينا كندقوا وكندقوا والو ما خرج حتى واحد. فسولنا شي جيران قالوا لينا راه تحولوا شي دار اخرى، ولكن المشكل ما عارفينش فين تحولوا. انا صافي تلفت ما بقيت فاهم والو. يا ربي انت كتقربت زيان وكتكفس. بقيت جالس بلاصتي وكنقول اش جا دابا ما لقيناهم. حتى كنسمع مهدي قال واحد الفكره. ايام مهدي لي اول مره في حياته غايقول شي حاجه منطقيه، وهو يقول لي مهدي اش ياك با بوليسي. انا نقول ليه اه، ومن بعد باش غيفيدنا هذا الشيء. وهو يقول لي مهدي يا الحمار الا كان با بوليسي نسولو عليه في الكوميساريه الكبيره. وانا نقول ليه اها والله حتى فكره ناضيه لاول مره في حياتك كتفكر هكا. نوض دغيا نمشيو نشوف. وصلنا للكوميساريه دخلنا، سولنا واحد السيد كنعرفو، عطانا العنوان الجديد ديال الدار فين ساكنه سنة وباها. مشينا لذاك العنوان دقينا، حتى كنسمع واحد الصوت كيقول شكون. صوت اللي رجع لي ذكريات زوينه لبالي. اه صوت سنة. طلعت من السرجون لقاتني انا. هي دخل ما عرفتها واش ما بقاتش كتحملني ولا حشمانه ولا بالفرحه حيت رجعت. عاود صونيت وهو يطل با. قلت له عافاك بغيت نهضر معاك. هبط حل الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش كاين؟ وانا نقول ليه من الاحسن نهضروا في الدار الداخل. وهو ينطق مهدي، اه عمي الموضوع ما يصلحش نهضروا فيه في الزنقه. هو يقول لينا واخا تفضلوا. طلعنا للدار وكنفكر كيفاش غنقول له راه انا مول الفعله، والا قلتها له شنو يقدر يدير، وسناء واش غتقبل تزوج بيا ولا غتكون حاقده عليا. دخلنا جلسنا في الصالون، قال لي شنو الموضوع اللي بغيتي تهضر معايا فيه. وانا نقول له المهم الشريف الموضوع اللي بغيت نهضر معاك فيه كيخص بنتك سناء. وهو يقول لي مال سناء، اجابها الهضره. وجاوبته انا اللي كانت عندي علاقه مع بنت. مازال ما كملتش هضرتي حتى كنحس السيد ناض وبدا كيحك في راسه، كان معصب لدرجه ما تصورش. وانا نقول غير جلس الشريف نهضروا وان شاء الله نحلوا هذا المشكل. هو يقول لي مازال عندك الوجه تجي تهضر في هذا الموضوع، كيسحبكم بنات الناس لعبه ولا شنو؟ وانا نجاوبه الشريف انا ندمت على داك الشيء كامل اللي داز وبنتك ما قدرتش نخليها هكا ونبقى هارب داك الشيء، علاش جيت نصلح جزء من الخطا ديالي ونتزوجها. تعصب عاوتاني سن العوان، قضيه بحال هادي ما سهلاش، ملي ما لاحنيش من السرجم ولا عيط للبوليس راه لاباس. المهم ناض مهدي كيهضر معاه، ما عرف شنو قال لي. وهما يرجعوا قال لي با نسولو سنة واش قابله. عيط ليها جات قالت لي بعد مني ما كنحملكش، ما بقيتش كنبغيك كنكرهك. المهم شبعتني معايا. من بعد ما شبعتني معايا مشات لبيتها، بقى كلشي كيشوف ما فهمو والو. قلت لبا واخا نمشي نهضر معاها بيني وبينها، بقى كيشوف وقال لي واخا. مشيت عندها للبيت، دخلت شافتني دورت وجهها، قلت ليها اه انا غلطت واحد الغلط كبير فاش خليتكم مشيت، ولكن دابا انا رجعت نصحح الغلط اللي درت ونسيتي كاع داكشي اللي بيناتنا زوين. زعما وليتي تكرهيني لهالدرجه؟ لا لا ما نظنش سناء تكرهني. شويه هي تنوض وجات جيتي، بقات كتشوف فيا وبدات كتبكي وتضرب فيا وعنقاتني. قلت لي كنبغيك العمر ديالي. قلت لي حتى انا كنبغي. ما كتفش تكمل قبولات بحال الافلام حيت با ما عرفتو كي دار توقف علينا. المهم حددنا الموعد العرس ودابا مزوجين انا وسناء، وعندنا جوج بنات سميتهم حياه ومالك، وجوج ولاد سميتهم حمزه ومهدي، وعايشين الحياه السعيده. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. نتمنى اخوتي تدعمونا بشي جيم وشي سبسكرايب، ولما لا شي كومونتير يكون زوين بحالكم، وتسناو الجديد غتكون شي حاجه غاربه ان شاء الله. وغنقول لكم تهلاو حتى شي قصه جديده ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء.